كابتن حسن مصطفى، مساء الفل. فل يا كابتن شبان، عامل ايه؟ الاول ابقى بارك لك تدريب نادي الشرقيه. الله يبارك فيك، ربنا خد يخليك بالك الشرقيه دول اكرم خلق الله، طبعا طبعا. لا فلازم ده انا عايز اقول لك على حاجه، تعزمنا هناك على الغدا، طبعا ده انت والبط شرفنا المحمر كابتن بقى شبان. والمشمر لا ده انت تيجي الدكتور يا عم حمدي انا ما المنصور باجيش ولا طبعا يوم بالواجب انا رئيس ما النادي. باجيش ولا بروح والله، لكن انا مبسوط لانه نادي الشرقيه نادي جماهيري، والناس في الشرقيه متعطشه انها تعمل نتائج في كره القدم. انت عارف الانديه دي بالظبط. الشرقيه والمنصوره ودمنهور والانديه بتاعت زمان دي، يعني الواحد بالظبط، نفسه والمنصورة ودمنهور والأولمبي والمنيا وال والترسانة، نفسنا للأندية اللي هي ليها مظبوط جاب والله. كبير في بقالهم سنين كبيرة كده ترجع تاني للدوري لا ودي الممتاز انديه ويعملوا كمان أداء اللي كويس. تمثل محافظه كامله، يعني نادي الشرقيه. أنا يعني الواحد عايز يوجه جملة كده يا كابتن شبان، أنا نادي الشرقية أنا مستغرب إزاي ما بيلعبش في محافظة الشرقية. يعني أنا يعني ما إحنا بيلعبش في بنتمرن محافظه الشرقيه يعني احنا الملعب لاستاد الجامعه ما حد ما فيش حد بيخش فيه، ما ليه؟ حدش ما تعرفش بقالهم فتره من ساعه ما طلعوا نزلوا من الدوري الممتاز بيلعبوا بره، فين بيلعبوا بره البلد. فطبعا جمهور بيلعبوا؟ الشرقيه فين يا كابتن؟ بيلعبوا في حته بعيد كده نص ساعه تقريبا عن البلد، برضو بعيد. انا مدينة بتمرن تانية؟ بعيد، مدينة لا انا تانية؟ مش متذكر الاسامي كده، يعني في بس هي مدينة دي تانية النقطه. تقصد يعني غير بالظبط الزقازيق؟ كده، ايوه بالظبط كده. فانا بتمنى السنه دي ان انا العب جوه الشرقيه، لان الجمهور هيساعدني جامد جدا ان احنا ربنا يكرمنا ونصعد دوري هو المحترفين. انتوا استاد الشرقية ده مقفول يعني؟ مقفول مقفول، ليه؟ مفيش حد بيخشه ليه؟ بقاله سنين، مش ياه، عارف. بتلعبش عليه والله حاجة خالص؟ خالص. التمرينات الأرضية بتاعته سليمة يعني ولا محتاجة كويسه. طبعا طبعا يعني رحت شفته؟ رحت شفته، لا ملعب كويس جدا. يعني حضرتك رحت شفته قريب يعني لما توليت المهمة لحقت؟ لا رحت شفته يعني لا ما دخلتش الارضيه طبعا، ببصيت كده عليه قلت طب ده ملعب كويس نلعب الماتشات عليه. قالوا لنا لا ده في مشكله فيه، ومن ساعه ما احنا نزلنا من يا الدرجه باشا السيد المحافظ الشرقية المحترم داعم اكيد لنادي الشرقية، بالظبط. السادة المسؤولين رئيس مجلس إدارة هيئة الاستاد، مديرية شباب والرياضة في الشرقية، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يعني كل الناس تقدر تسهل الأندية الشعبية أبسط شيء يلعب في بيته يعني على الأقل، بالظبط يعني أبسط بالظبط شيء. احنا يعني أكيد الناس بتسمعنا وإن شاء الله يمدوا يعني إيديهم لنادي الشرقية، لأن احنا بنتنشأ الشرقيه والمنصوره والمنيا ودمنهور واسيوط وسوهاج واسوان وكل أسوان الانديه الجماهيريه يعني كتير جدا، وكفر الشيخ وكل الانديه اللي بتمثل المحافظات دي محافظات. بالظبط يا تلعب كابتن والجمهور بتاعها يلتف حواليها يعني. إن طيب شاء الله. باركنا لك، واهم حاجه تكون الله يبارك فيك، بتاخد مرتب كويس، اوعى يكون الحمد ضحكوا لله. عليك. لا كله نعمة الحمد لله، اللهم ان ادم شاء نعمة الله انت علينا مدرب واعد وان شاء الله تقدر ربنا تحقق حاجه مع الشرقيه. يا رب يا كابتن.